بعد ما اكل هنا مره واحده لاول مره بعدين انا عن جد حرفيا ما انسى الطعم واكل كوريان بلس روسيا هاي ده خبز يا جماعه والله لازم كثير تاكل تكن عن جد زاكي بوريشي بيت صح اوكي هلا اجينا على زي تيشر شوب ولازم نشرب زي ميلك تي ميلك مره مشهور بهيك ميدل ايشيا countries. 이거 좀 더 우려줘야 돼. 아이야. 밀크티 إنه خفيف. بس مرة 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 زاكي وشوي مختلف صراحة. مختلف من الكرك. هذا كله مولات تبع فاشن. هنا فاشن ستريت مرة. وهذا دي دي بي. قدام الطول في دي دي بي. كوريا بيوتي تور. لأول مرة في عالم السياحة في تور بتجمع بين الجمال والسياحة. خاصة للبنات فقط. وين؟ طبعاً ببلد الجمال والسياحة كوريا مش مصدقيني صح؟ خليني أشارككم الجولة 8 أيام و7 ليالي 3 أيام لزيارة أفضل أماكن سياحية في الصو وشجرة نامي و3 أيام للدلال والتساق والجمال رح نعيش الأجواء كوريا للإناث بالبشرة وميك اب ومش بس هيك في كمان personal color test اللي رح يساعدك تعرف الألوان وميك اب وستايل المناسب لكم يا الصبايا رح يكون كل يوم عندنا وقت لتساق السوق بأفضل أماكن في عاصمة موضة سول يا الصبايا يا أشاق الكوريان بيوتي وأشاق الموضة والجمال هاي أحلى فرصة تقدوها مع صديقاتك راح تكون هاي فرصة لأول 7 أشخاص فقط يلا ارسلي هذا الفيديو لصديقاتك اللي بدك تسافر معهم أشوفكم في كوريا أنيون قبل ما يصير زي براندات وهيك أشياء يعني قبل إحنا كلنا نتسوق هنيك كلنا نتسوق هنيك بمول حتى أنا زي بعد سكول نروح عشان نتسوق هنا وعند هنا في كتير هولسيلرز وهم بيجيبوا الملابس من هنا وفي كمان سوق تاني برضو ففرجيكم اليوم يعني مش كل مولات وهيك يعني بس شكلا يعني هذا الشارع زي روسيا ستريت او مونغول ستريت وهيك يعني في كتير مطاعم تبع روسيا مونغول وكازاخستان وهيك اشياء في معنى واسم تبع هذا الشكل من كازاخستان وهيك يعني أشهر زي ديزرت كافي تبع روسيا ودائما في ناس مرة إذا أنت تدخلوا جوا مول كله ملابس شوفوا حرفيا وملابس سعرهم مرة رخيص هنا شوفوا مثلا هنا الملابس قدي كيوت شوفوا مرة 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 كيوت شوفوا هذا مثلا بس الجودة صراحة يعني منيحة حتى في زي بنتين برا بزامة حلو وستايل نسائي كود كل شي فيه ردي فيه هيك اكسسوري هول سيل فهاي كل منطقة يعني فاشن ستريت هونغدامون حبيبي لاين هذا الشيء كتير مشهور عند بلوجرز خاصة نايس واو حرفيا جنة تبع اكسسوارات اه ده ايه 4,000원인가 그래 رخيص او شوفوا جماعة والله العظيم خطير 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 كتير كبير مرة كيوت شوفوا نايس مرة في زي الرينجز but like you can match other links together مرة حلو هيك فكرة حلو واو 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 حبيت هاد ايديا For what? Oh my god, for phone. Phone case. جيت على طابق ثاني وفي ملابس برضو عن جد مرة مرة فاشنبل حلو اكسسوارات تبع الشعر او ماي جاد طابق ثالث تبع كي بوب جوتس اوه يوجدو كافي انه كيوت 이거랑 이거 이거 كيوت انا بحب اللون هيك انا حصي راح اموت اذا ما اشرب ايس امريكان باليوم قعدت انه هنا كافيه 맛있겠다. 사업적인 얘기라던가
그리고 너무 잘 통하는 거야. 어. 셋 다 다 앰비셔스야. اليوم لأول مرة بعمل هير سبا لأول مرة بس هالأيام هيك هير سبا مشهور بكوريا هذا الشيء أول مرة راح أعمل شورتس برضو فاستنوا جيت على كنغام جيت على كلينيك عشان إزالة تاتو تبع حواجبي أنا من زمان من like 20 years old أنا عملت تاتو تبع حواجبي عدة مرة بس صاروا هيك حمراء ومش كويسين المهم it's already like third session. Yeah, it seems like darker hella. But anyway, it's gonna be removing inshallah. Hey coffee. مرة ماضية أنا عملت حكيت هيك ولمدة 15 دقائق وكان في مرة وجع. فهالمرة إنه 30 دقيقة طلبت منهم. مرة زاكي. خلصت ليزر. هما بيعملوا ليزر ثلاث مرات بطريقة مختلفة وبعدين بيعمل زي ايسينج برضو بس عن جد وجع مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي نصيحتي ما تعملوا تاتو تبع حواجب شوفوا قد ايه صار حمرة عشان الليزر والله العظيم مرة وجع هاي منطقة مرة حلو في مطاعم العربية مرة برضو اليوم عندي زي نتوركينج بارتي يعني كاجوال نتوركينج me and Swiss embassy and one of my friends invited me so like I invited more of my friends تعرفوا أنا extrovert مرة أنا بحب networking party مرة شوفوا هذا الشعر يا هذا كون كافي مرة مشهور فيتنامي كافي حتى من فيتنام and no look at this street look كافي مرة 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 حلو. So this is the cafe for networking اليوم. أنا وصلت كتير كيرو بدي أشتري شوية. As someone who